أريد أن أرجع إلى نقطة نقل أو أخذ صور، نسخ صور بالأحداثيات. أبدأ من جديد، أشغل المنظومة أو جوجل إيرث من جديد، أقفل هذه الخيارات المقدمة وأطبع مثلا مدينة تريبولي، أنتقل إلى تريبولي وقد أتجه إلى مثلا الساحة الخضراء. يمكنك البحث عن الساحة الخضراء بطباعة الساحة الخضراء أو بالاقتراب إذا كنت على دراية بالمدينة، وتعرف إذا كنت من سكان المدينة فيكون من السهل جدا الانتقال إلى الساحة الخضراء. لست من سكان طرابلس وبالتالي قد لا أجد سهولة في تحديد المواقع، ولكن دعوني أجرب مثلا The Green Square. نعم لقد تم تحديده، هذه هي الساحة الخضراء يبدو. نعم هذه السرايا الحمراء. فمثلا دعونا نقترب منها، طبعا موقع الساحة الخضراء، فإذا أردت مثلا تحديد الموقع هنا، نريد أن نحدد الموقع فنأخذ الدبوس ونرشق الدبوس في قلب الساحة الخضراء، وهذا هو الموقع. لاحظ هذا هو هذه إحداثيات الموقع بخطوط العرض وخطوط الطول. أخذ نسخة من خطوط العرض وأثبت هذا الدبوس هنا، تم تثبيته الآن. هناك خيار هنا بأخذ صورة من الموقع Copy Image، فهنا أخذ نسخة من الصورة. وإذا أردت صورة أكبر وأردت إزاحة هذه الصندوق هذا اللي فيه المعلومات، فبالإمكان الذهاب إلى View وإزالة السايد بار، لا نريد السايد بار فيختفي وبالإمكان إرجاعه فيما بعد. الآن نأخذ صورة Copy Image، الصورة الآن تم التقاط الصورة والآن الصورة موجودة. فهنا أذهب إلى برنامج Paint الموجود على كل برامج الويندوز، أو إما بالبحث عنه وهو موجود هنا في Accessories، وفي Accessories سيكون موجود تحت Paint هنا، وأخذ أو وضع الصورة بالضغط على Paste تظهر الصورة هنا. هذه الآن الصورة موجودة للساحة الخضراء، لأن ما نريد أن نكتبه هنا، نريد إدخال كتابة بالحروف، فيتم اختيار الحروف هنا ونختار مساحة مضللة لطباعة الإحداثيات بها، تكفي ممكن لسطرين، ويفضل اختيار الأوبيك اللي هو الغير الشفاف حتى تكون كتابة واضحة. وإذا أردنا نأخذ خط الكتابة الأسود إذا كان ليس بالخط الأسود. الآن يفضل أن نذهب إلى نصغر هذا ونذهب إلى رسمتنا هنا من جديد إلى برنامج جوجل، ودعونا نعرض السايد بار الذي يعرض إحداثيات الصورة. إحداثيات آخر موقع تم تحديده تجده، هذه قائمة ما تم تحديده، لم أضع اسم على هذا، يفضل أن أخرجها من جهة هذه الشاشة التي تم تحديدها، ولم أكتب هنا اسم الساحة الخضراء فأكتب Green Square أو ساحة خضراء زي ما تحب، أو ساحة أو ميدان الشهداء.
وتم تخزين أو حيتم تخزينه بالضغط. فالآن هذه ضمن المواقع اللي تم تحديدها، وكل موقع يتم وضع دبوس عليه يتم الاحتفاظ به هنا. فهذا السبب اللي هنا يظهر الأسماء، يفضل كل دبوس تضع يتم وضعه يتم اسم أو كلمة تدل عليه، سهل البحث فيما بعد. إذا أردت إخراج هذه المعلومات في المواقع، فتضغط بالزر الأيمن للماوس وتأخذ الاختيار Properties، آخر خيار في هذه القائمة. فحنأخذ الآن الرقم الأول، نضغط Copy، نأخذ منه نسخة، تظليله وأخذ نسخة منه، وإخراج برنامج الرسم الموجود هنا، ونلصق الكلمة الأولى أو latitude، ممكن حتى كتابة كلمة latitude أمامها. أما longitude الرقم الثاني الذي يدل على longitude، نرجع إلى برنامج جوجل بالنقر على هذا المؤشر أو علامة جوجل، ونقوم بتظليل الرقم الثاني longitude، أخذ نسخة منه، ونرجع إلى Paint، برنامج Paint أو برنامج الرسم، ونلصق الرقم الثاني عليه ونكتب عليه longitude، أو بالعربي تكتب كلمة الطول والعرض، ولكن يفضل باللغة الإنجليزية. هذه الصورة الآن موجودة، بالإمكان تخزينها. إذا أردنا أن نبعث فقط هذه الأرقام، فيتم أخذ نسخة طول والعرض وإرسالها بالإيميل، أو تخزين هذه الصورة. فالآن سأقوم بحفظ هذه الصورة، يتم حفظها من هنا من ملف Save As، يتم أريد أن أرجع قليلا Save As، وترجع يتم تخزين الصورة، نعطيها اسم معين، الصورة تحت اسم الساحة الخضراء، ولكن أيضا من المفضل اختيار نوع الصورة، أفضل الأنواع المستخدمة الآن هو JPG، فيتم اختيار JPG. ونضعها في المكان الذي يتم تخزين الصور به، وإلى الآن سوف أقوم بوضعها في هذا الدليل أو الدايركتوري، ويتم حفظ الصورة. انتهت الصورة. يفضل عند أخذ صورة قريبة بهذا الشكل أيضا الابتعاد قليلا بالنقر، الضغط المزدوج على الزر الأيمن والابتعاد أكثر. والآن حفظ هذه الصورة حتى تظهر أشياء مهمة حواليها، إما مثلا الشريط الساحلي أو الساحل أو البحر أو ميناء في هذا الشكل، أو شوارع أخرى مهمة حتى يمكن تحديدها بصورة أفضل. فأخذنا صورة قريبة، الآن نأخذ صورة بعيدة لنفس الموقع. يفضل إخفاءها أولا، إخفاء الصندوق حتى نرى الصورة بالكامل، ثم نأخذ نسخة من هذه الصورة Edit Copy Image، ونذهب إلى برنامج Paint. لقد تم الآن تخزين هذه الصورة، سبق تخزين الصورة القديمة، الآن نريد الصورة الحديثة، نعمل Paste، وهذه الصورة الجديدة تم وضعها، هي نفسها للساحة الخضراء، هذا الدبوس يظهر الساحة الخضراء فيها، ومكتوب عليها Green Square اللي احنا كتبناها. وبالإمكان أيضا إحضار الإحداثيات، ولكن وضعنا الإحداثيات على الصورة المقربة، لأن هذه فقط صورة توضيحية فتكفينا. فنخزن هذه الصورة، وربما نخزنها تحت نفس الاسم Green Square، عن بعد أو Distant أو Far، maybe كلمة أسهل معناها بعيدة، ونفس النوع JPEG أو JPG، وتخزن الصورة. ولدينا الآن صورتين. نقفل الآن برنامج الرسم، يتم إخفاء برنامج الرسم
وأيضا إقفال برنامج جوجل. وهاتين الصورتين الآن موجودات في الدايركتوري اللي تم حفظه. هذه هي الصور. فالآن هذه الصورتين الموجودتين بالإمكان الآن إرسالهم بالإيميل بالبريد وإرفاقهم مع البريد المرسل. جرين سكوير من صورة بعيدة وجرين سكوير من صورة قريبة. أرجو أن يكون هذا الموضوع واضح وشكرا.